البنات من المتتبعات ديالي في القناه، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله، يكون شي مزيان كديرين صحيحتكم، كل شي مزيان هانيه والحمد لله على كل حال. مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى ان يكون ينال اعجابكم ان شاء الله. غنشارك معكم طريقه توجد او تحضير سمكه كبيره ديال الفران محشيه بالشعريه الصينيه بالطريقه جد سهله ورائعه، كتجي ولا اروع ان شاء الله. نتمنى توجدها بطريقتي، غادي نشارك معكم في اللحظه هذه في الفيديو هذا جديد. ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين، واذا عجبكم الفيديو في الاخر خليو ليا اعجاب. بسم الله على بركه الله البنات، ان شاء الله نبداو في الطريقه تحضير السمكه ديالنا اللي غادي نوجدوها ان شاء الله معكم. كانت هذه هي السمكه ديالنا البنات اللي غادي نشاركها معكم، الحوته ديالنا اللي غادي نطيبوها ان شاء الله. ها قبلوا عليا، راني ضربني البرد شويه هاد الايام، كاين الجو ديال مهمه الحساسيه، مي الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، اللهم شافي الجميع ان شاء الله يا رب. عندنا الحوته ديالنا، وبالنسبه للتوابل والعطريه يعني التوابل اللي غادي نضيفوا ليها فراه غادي نشاركهم معكم. فهاد الزلافه البنات عندنا فيها عصير الليمون، عصير الحامض. اما بالنسبه للمكونات يعني التتبيله اللي غادي نضيفوا، بالنسبه للشرميله اللي غادي نشرملو بها الحوته ديالنا، عندنا فيها خرقوم البلدي، وعندي واحد ضمان البنة، بنكهه الزعفران، شويه دي ابزار، ملح، وعندنا التحميره، سكنجبير مطحون، وكذلك عندي القليل من القزبر يابس مطحون مخلط مع العطريه خاصه بالسمك، غير شويه البنات ما تكثروش من التتبيله باش يجيكم ان شاء الله الحوت ديالكم محتفظ على البنه ديالو الاصليه. كان هادو هما المكونات اللي غادي نضيفو على العصير ديالنا ديال الحامض اللي عندي في الزلافه هذه، باش من بعد نخلطو هاد التشرموله اللي غادي نضيفوها للحوته ديالنا. صافي البنات، من بعد كنضيفو طماط البنه ديالنا اللي كنعمقوها باليدين، يعني كنهرسوها باليدين بالطريقه هذه. بعد راه كنضيفو على العطريه ديالنا، وعندي واحد جوج طريسات ديال الثومه البنات اللي كنحكوهم في الحكاكه. من بعد راه كنضيفو القليل من الزيت بلديه، زيت الزيتون. فهاد اللحظه هادي راه غادي نحتاجو اننا نخلطو هاد المكونات كاملين، هاد العناصر كاملين، حتى نحصلو على هاد الخليط هذا. من بعد راه كنفرغو على السمكه ديالنا بهذا الشكل البنات، وهاد الطريقه هادي. هنا فهاد اللحظه هادي غادي نحاول انني نستعمل ايديا باش نشرملو السمكة ديالنا، الحوت ديالنا مزيان جيدا يعني بالطريقة المعروفة. كنحاولو ندخلو ديك الشرمولة من هاد الفتحات اللي كنكونو عملناهم من قبل بالسكين من جميع الجوانب ديال جميع الجهات ديال الحوتة ديالنا. هنايا كنكونو شرملناها البنات، كنكون شرملتها، بقى ليا شوية غادي نخويها ليها من الداخل ديالها بهاد الطريقة هادي. من بعد راه كنخلوها واحد ربع ساعه حتى تشرب لينا الحوته ديالنا مزيان من الشرموله ديالها اللي نكونوا ضفنا عليها. صافي، المهم راه واحد ربع ساعه، معنا هكا نديروا شي حاجه اخرى. فاش نرجعوا كنلقاوها تشربت ولات جاهزه للطياب. من بعد راه كندخلوها الفران باش تطيب. البنات هنايا غادي نضيف لها القليل من الحبق البنات، غنضيفو ليها من الداخل، كيعطيها واحد النكهه، كيعطيها واحد المذاق رائع، وخاصه البنات ضيفوه ليها من الداخل ديالها. في نفس الوقت راه كيصم من السمك ديك الريحه اللي كتكون في الجهه ديال الراس ديال الحوته البنات، ما عرفتش غير انا اللي كتجيني ديك الريحه. المهم فيه ولا كلشي، المهم ضيفوا في الاخر هاد الحبق هذا، راه كيعطيها واحد المذاق من نوع اخر، كيعطي مابقاش يعني كتبقى فيه ريحه الزفوريه في الحوت، وكيجي لذيذ الاخيره الغزالات. المهم بعد ما كنكون شرمنا الحوته ديالنا وخليناها على جنب باش ترتاح وتشرب من التشرموله ديالها، من بعد غادي ندوزو باش يعني نوجد معكم هاد الشعريه الصينيه اللي غادي نستعملها في الحشوه ديال السمكه اللي عندي فيها هاد النوع البنات اللي شاركت معكم دابا. من بعد راه كنخوع عليها الماء الطايب، يعني كنكبو عليها الماء الطايب واحد تقريبا 10 دقائق بما تشرب مزيان. بعد راه كنصفيها في واحد الصفايه البنات من الماء ديالها. من بعد ما كتصفى مزيان راه كنضيفوها على لاصوص ديالنا اللي كنا وجدناه من قبل.
هاد لاصوص البنات راه معتمد عندي في النوع ديال المأكولات. الا بغيتو تعرفوا الطريقه ديالو كيفاش كنوجدوه راه كاين الفيديو في القناه، ترجعوا وشاهدوه ان شاء الله. راه كتستعملوه يعني يمكن لكم تستعملوه في جميع مثل هاد المأكولات، بحال الرز مثلا الا كنتو غتوجدوا الرز او الشعريه او الساندويتش. ومع كذلك البنات طريقه الاحتفاظ به في المجمد، وصافي من بعد ما كنبغوا نستعملوه في اللحظه اللي غادي نستعملوه كنخرجوه من الثلاجه. هنايا البنات راكم شاهدتوا معايا عندي واحد حبه ديال الجزر اللي كنكون حكيتها في الحكاكه، راه كنضيف على الشعريه الصينيه ديالي. من بعد عندي الحامض مصير مقطع مربعات صغار، وعندنا الزيتون خضر حتى هو اللي قطعته على هذا الشكل هذا. من بعد راني ضفت جوج ملاعق عامرين ديال الجبن الشعريه ديالنا، وعندي القليل ديال الهريسه الحرور. بالنسبه اللي كيبغى الحرور يعني اللي كيفضل الحرور، الحرور راه كيتواتى مع الشعريه. صافي البنات من بعد راه كنخلوها واحد شويه فوق النار فوق البوطه بما تشرب من المكونات اللي ضفنا ليها، وكذلك مع الصوص الطوماط. من بعد غندوزو للمرحله ديال الحشوه. فهاد اللحظه هذه غادي نعمرها بهاد الطريقه هذه اللي كتشاهدوا معايا البنات غير بيدينا. بعد ما كتكون الشعريه بطبيعه الحال راه بارده يعني بدات كتبرد، راه كنستعملو غير يدينا كنعمرو بها السمك ديالنا يعني الحوته ديالنا. من بعد ما تشربت لينا الحوته ديالنا من اللي قامه اللي شرملناها بها، هنايا راه كنضيفو القليل من الزيت النباتيه. كيف ما كتلاحظوا البنات هنايا في اللحظه هذه راني ما ضفت ليها الماء عند الطياب في الفرن، غادي يكفيها الماء اللي غادي تلقى البنات من بعد في الفران عند الطياب ديالها. راكم عارفين البنات الحوت اللي كنطيبوه في الفرن يعني راه ما كيحتاج مننا ان نضيفوا ليه الماء، يكفيه الماء اللي غادي يتلقى من بعد عند الطياب في الفرن وصافي. هاد اللحظه هذه البنات راه كنكون يعني دخلت الحوته ديالي للفرن باش طيب. بعد غادي ندوز باش نوجد معكم هاد الفلفله الحلوه اللي غادي نزينها بها البنات. يعني فضلت انني نزينها غير بهاد الفلفله الحلوه هذه ما بين الحمراء والصفراء اللي كنقلوها في الزيت البنات بهذا الشكل هذا بالطريقه هذه. نتوما راه اللي كيبقى لكم اختيار، حتى الا بغيتوا تشوها في الفران راه يمكن لكم انكم يعني تشوها في الفران يعني ترفقوا بها الحوته ديالكم في الفران وطيب معاها بمره. وحتى كذلك بالنسبة للخضرة بحال الخيزو والبطاطا والفلفلة الخضراء يمكن لكم انكم ترفقوا بهم الحوتة ديالكم في الفرن. انا غادي نكتفي بهاد الفلفلة الحلوة فقط البنات، فضلت انني يعني نكتفي بالحشوة اللي ضفنا ليها ديال الشعرية والفلفلة الحلوة. بالنسبة للتزيين راه كنزينوها بالحامض كذلك من الفوق الغزلات بهاد الطريقة هذه. كيبقى الشكل ديالها هو هذا من بعد ما طبت، من بعد ما طبت وخرجناها من الفرن الغزالات. ما بالنسبه للمده ديال الطياب ديالها راه كيكفيها نص ساعه بعد ما كتبدا طيب في الفران. بعد راه كنخرجوها بالصحه والراحه، كنزينوها باللي حبينا يعني على حسب الاختيار كل واحد والذوق كل واحد وبالصحه والراحه. نتمنى تكون الطريقه عجبتكم والفيديو كذلك نال اعجابكم. الى عجبكم خليوا لي تعليق زوين، وكذلك الغزالات ما تنساوش ليا اعجاب. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله تكونوا وصلتوا معايا حتى لهذا الاخر حتى لهذه المرحله ديال الغزالات ويكون نال اعجابكم. صراحه كنتمنى تردوا عليا في التعليق وتقولوا لي ان شاء الله كيفاش جاكم المنظر ديالها والطريقه السريعه والبسيطه اللي شاركت معكم. كلها عنده رزق في دارو خير في دارو. مي بس نحبوا اننا كنشاركوا معكم هكا اليوميات ديالنا، ومره مره الغزالات ما فيها بس فاش كنبغوا نوجدوا شي حاجه نشاركوها مع احلى المتتبعات ديالنا في القناه وكذلك احلى المتتبعين الحاصل على الغزالات. وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا شاركتوا في القناه الغزالات وفعلتوا الجرس يوصلكم الجديد ديالنا على شلات عم الفائده. كان هذا هو الشكل ديالها من الداخل من بعد ما طابت. صراحه راه جات روعه ولذيذه، ما نقولش لكم البنات كيفاش جات صراحه ما شاء الله. راه الطريقه سهله ومفهومه، طريقه تقليديه معروفه، طريقه مغربيه الاصيله بجميع الخطوات ديالها.
هنا يبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.